تسارعت التطورات في جنوب اليمن إذ وردت معلومات صحفية عن دخول الجيش أحياء في عدن التي لجأ إليها الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي قبل أسابيع من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء. في هذا الوقت تضاربت الأنباء عن مغادرة الرئيس اليمني المدينة بطوافة عسكرية إلى جيبوتي واعتقال عدد من الضباط المحيطين به وشقيقه ناصر ووزير الدفاع، إلا أن مساعدين لهادي أحدهما رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي الأحمدي ذكر أنه لا يزال في عدن ولا يعتزم الرحيل. وذكرت وسائل إعلام أن هادي لا يزال في مكان آمن في عدن ويفاوض الحوثيين في خروج آمن له. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الحوثية محمد عبد السلام لقناة تابعة للحوثيين أن هادي يبحث في هذه الأثناء عن منفذ جوي أو بحري للهروب من عدن، فيما نقلت وكالة فرانس بريس عن أحد حراس هادي قوله أن الرئيس اليمني استقل مروحية إلى مكان غير معلوم. هذا وقد أعلن الحوثيون أيضا عن اعتقال وزير الدفاع محمود الصبيحي الموالي لهادي في مدينة الحوطة بمحافظة لحج. وعلى وقع التقدم الحوثي أفيد عن مغادرة البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية المدينة بواسطة مروحيات وطائرات خاصة. في مقابل الزحف الحوثي سجل في الساعات الماضية سيطرة الجيش على قاعدة العند الاستراتيجية جنوب محافظة لحج حيث وقع انهيار في صفوف القوات الموالية، في حين قال سكان ومصادر أمنية أن مقاتلي جماعة الحوثي تدعمهم وحدات متحالفة في الجيش اجتاحوا القاعدة الجوية على بعد نحو 60 كيلومترا إلى الشمال من عدن وانتزعوها من الموالين للرئيس عبد رب منصور هادي. وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين في وقت لاحق أن الحوثيين سيطروا على القاعدة العسكرية التي كانت تسيطر عليها قوات الرئيس اليمني هادي، وفيها عدد من الطائرات التي قد يستدعيها الرئيس اليمني للدفاع عن عدن، لكن سقوطها بيد الحوثيين سيمنعه من ذلك. كما تضم القاعدة أيضا موقعا استخباراتيا لمراقبة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يديره في العادة أفراد أمريكيون، لكن الولايات المتحدة أجلتهم الأسبوع الماضي من اليمن ومن بينهم نحو 100 من قوات العمليات الخاصة نظرا إلى تدهور الموقف الأمني. وتعليقا على استدعاء درع الجزيرة للتدخل في اليمن، أصدر ضباط في الجيش موالون للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حليف جماعة الحوثي بيانا رفضوا فيه رفضا باتا أي تدخل أجنبي لإنهاء الصراع في البلاد. وفي حين تواردت أنباء عن تعزيزات عسكرية للمملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن، أكد مصدر سعودي لوكالة رويترز أن الحشود العسكرية السعودية على الحدود مع اليمن دفاعية تماما. وعلى وقع الرصاص ومعارك عدن شيع اليمنيون في ميدان 70 في العاصمة ضحايا المجزرة التي استهدفت المصلين في مسجدي بدر والحشوش في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة الماضي.